أنا عندي أخت وأخ، وأبويا وأمي كانوا دائما حريصين علينا بأنه نكمل دراستنا، وأمي دائما تقرينا وتهتم وايد بدراستنا. أنا ما كنت أحب الدراسة هواية، بس أحب أصير معلمة. يعني من أنا طفلة أحب إنه نلعب لعبة إنه أنا المعلمة، وعندي أجمع اللي ويانا بالمنطقة، وهاي إنه أنا أعطيهم، وأختي أمهاتي نفس الشيء. وكان حلمي إنه أصير معلمة، وبس بعمر يعني تقريبا 15 سنة مستمرة بدراستي. أنا أقولش مو كلش شاطرة، بس أنجح يعني التقدير انه انا ناجحه ناجحه، ما شايل اللي هم انه اطلع فيديو اكمالي او شيء. بلغ 15 سنه يعني حبيت بنت جيراننا، وكان علاقه بالبدايه وهيك شيء، واشوفه ويشوفني، وما كان اكو تلفونات او هذه، بس احنا من الطالعه يريدون شيء اروح لهم يعرفونا ونعرفهم. استمرينا احنا بعلاقتنا، وصلت للسادس وهو ما كان يعني يدرس. بالسادس اختي هي قبلي، بس اختي عادت سنه، فصرنا اثنيناتنا سادس. فامي كانت كلش يعني خايفه علينا وهذه، وقالت لي خاف لا ترسبين مثل اختك واثنيناتكم، انت شلون حتى اثنيناتكم ادخلكم كليه. انا كنت ضد هذا الموضوع، ما ردت ادخل كليه، ردت اتزوج. وهو الولد حجيت وياه انه يجي يتقدم، فهو قبل. اني صح يعني كنت اعرفهم واعرف عائلتهم، بس ما اعرف شلون عايشين تفاصيل حياتهم. قبل كان انه تفضيل الزواج على الدراسة بها مجال، لان كان الظروف تختلف، المجتمع يختلف، مستوى تفكير العامة يختلف. لكن خلينا نحكي عن المرحلة الحالية. يعني احنا كباحثين اجتماعيين وقانونيين نفضل انه الفتاة تكمل دراسة ويكون عندها سلاح بيدها يلا تفكر بالزواج. الزواج يعني يعتبر فد شيء ثانوي، صح مكمل للحياة الفتاة وحتى الرجل، لكن يحبذ ان تكون تنطي تعير أهمية للشهادة وللدراسة افضل من الزواج. من خلال حالات الطلاق اللي دا تجينا، ومن خلال حالات التفريق القضائي والانفصال، كل سبب انه لان الجهتين او احد الاطراف على مستوى معين من الثقافه، فدا تصير احباطات هوايه. احنا عندنا دراسات عن زواج ابن المنطقه وابن الجيران. اي فتاه يعني من تنتهي من مرحلة المراهقة وتبلغ تكون عندها فد مشاعر معينة لابن الجيران، باعتبار انه هي مثل ما نقول مصبحة مسية بوجهه وتشوفه دائما، فراح تصير فد إيحاءات حتى ولو من بعيد. هاي راح تخلي يصير كبت بمشاعرها، يعني راح تتجاوز عن مشاعر كثيرة بداخلها، لأن هو يعني قبال عينها. فأكثر الزواجات الخطأ اللي هو ابن المنطقة وابن الجيران. النظرة الشائعة يقولون لا، لأن هي بنت المنطقة ويعرفون أسرارهم. هسه هاي الحالة هي جيرانهم، بس ما تعرف داخل بيتهم شكو، مجرد أنه هو ابن الجيران حبته وحبها خلاها أنه تتنازل عن طموحها بالتعيين بالدراسة بالكذا، فشاءت الصدف انه تزوجوا. اكثر هاي الزواجات خاطئه، قلت لان بيها كبت للمشاعر، بيها جنوح عن عواطفها وحقوقها الداخليه، فتفضل زواج ابن الجيران عن غير زواجات. طبعا طبعا هذا الموضوع لازم يعني يكون، وتكون نقول اريد اكو فت سيطره معينه، ولان ما يكون فرض اراده. يعني لازم يعني من يحكي لمصلحته يعني تخلي كلام الأب بالحسبان، يعني ما راح هو يكون هو يعيش وياه، لكن هو أفهم من عندنا. يقول لك الأفهم يعني أكبر منك بيوم، أفهم منك بسنة، هذا مثل متوارد عندنا. فمن راح يكون من ينصح الأب؟ إحنا نسمع بنصيحته، بس مرات يعني تعرفين إحنا نكون مستبدين بالرأي مالتنا. صعبة تقولين يتدخل بالمستقبل، لأن هذا المستقبل صعب يعني واحد يقرره.
لكن على وضعنا واحنا طابعنا العشائري لا دا يتدخلون بالمستقبل والزيجات واغلبيتها تكون فاشله. هذا الموضوع يعني متوارد لكل البنات اغلبيتهم تدخل سن مراهقه تدخل الاعداديه رغبتها راح تكون اي شخص يتقدم لها راح توافق. المفروض اثناء هذه الام تتدخل، سيطره الام ونصائح الام راح تكون السيطره على البنيه اكثر. انصح الكل ام يعني تدلي طريق بنتها على الطريق الصح، تقولها المدرسه والجامعه ووظيفتها هي سلاحها، لما تعرفين انت المستقبل شنو اللي ضام لك. مستقبل احنا دا نمشي بمستقبل مجهول، من تكمل دراسه وبعدين تفكر بالزواج، الزواج ما راح يعني يروح من عندها. كل بنية هي متعرضة للزواج ومتعرضة للانفصال، متعرضة إلى علاقات الحب والفشل والنجاح، فهذا الموضوع تخلي مستقبلها قبل الزواج يكون أفضل إلها. يكون بالنسبة لي يعني أني أتحدث عن نفسي، ابن جيران يكون أخ وصديق وزميل لا أكثر، يعني لأن الجار يعني يكون مقربين قبل الأقارب عندك، قبل الأخ هو يمك، يعني شو اللي يصير عندك داخل البيت هو راح يكون قريب عليك. فالمفروض يعني كل بنية تعتبره أخ مو أكثر. إذا اعتبرته غير شيء مثل حالتنا هسه اللي دا نتحدث عنها، دخلت في مطبات يعني هي بغنى عنها حرامات. فابن الجيران تعتبر أخ وزميل يكون أفضل. هي المفروض من أجهة هذه الحالة نفسها تأخذ من ديزاين عقلها، ديزاين يعني تفاصيل حياتها. مو اكو مرات اخاف احكي بالفوارق ينتقدوني، لكن الفوارق هاي موجوده ومطلوبه. يعني انت تاخذي انا اقول لك فوارق الطبقيه، اذا هي مكمله وهو ما مكمل، بس هو هذا مو قياس فد محد، بس لكن هي المفروض يعني انا هسه راح تقولين ده تتناقضين بالحديث، انا ما دا اتناقض بالحديث. مرات يكون اكو مخلصين دكاترة وماجستير لكن عقليتهم كلش رجعية، ومرات توصلين لفد مرحلة شخص يعني يدوب يقرأ ويكتب تمام، لكن أنت العقل واعي فاهم دارك المواضيع دارك الحياة ومشاكلها، لكن مرات بهذه هي الحالة هي هو أدنى مستوى من عدها فما شجعها تكمل دراستها، هو لو مشجعها وصاف وياها كان كملت دراستها وصلت الطموحة واحتمال مو معلمة تصير مدرسة كمل جامعة تصير محامية إعلامية يعني إلى آخره. تعرفين إحنا إذا روح أو تروحين للجيران ما تقابلش قد تبقين وياها ويا نص ساعة ساعة ونرجع، يعني أنا أمي أو أختي أو حسب شنو الشي، فما أعرف أهلهم أو يعني أخواته وأمه وشون هم عيشتهم، فقلت له تعال تقدم أنا ما راح أكمل دراسة ما أحب أكمل دراسة ما أدري ليش بهاي، أنا كان حلمي أصير معلمة بهاي المرحلة رديت إنه بس أتزوج. إجوا هم علينا وتعرفين تأثير الجيران وتأثير كل المنطقة أثرت على أبويا حتى أبويا يوافق، فقبل هو أبويا لأنه قال بعد البنية قابلة وهاي اللي يجي يمدح بيه وما أدري شنو. فدخلت لهذا البيت، هذا البيت دخلت لي عبارة عن حقد ومشاكل، يشترون مشاكل يريدون زل علي يعني، ومو بس أنا بيناتهم يعني ساعة الساعة وقبت بيناتهم، واحد يكتب بالثاني واحد ما يعني هيك يعني أتم هذا الشيء ما أعرف، أنا ما كنت أعرف ما مبين عليهم هذا الشيء، شوفينهم زينين مؤدبين أخلاق ما عندهم مشاكل ويا الجيران، بس بيناتهم وحقد والأماية هم تينعتها أشياء يعني استغفر الله ما أعرف هي بعد
تروح شعوذه وهيك شيء، وشوفها دائما اشوف بالباب من اطلع باب الغرفه اكو شيء مرشوش يعني ابيض، او اقول لها عمو هاي شنو، تقول اي كان في هذا تراب وهذا جوص هذا ما ادري شنو، يعني هيك اشياء. وخفت اني يعني اي شيء اكل، يا ظليت اتمرض زوجي همتين، وقيلت للسنوات ما عندنا اطفال، اريد اراجع ما يقبلون اراجع، وقلت لهم انا اريد طفل. المهم عشت هاي 3 سنوات ضيب، ما اقول لك يعني كلش تعبت. اهلي تحملي هذا الترديم، ما اقدر اقول لهم، حتى لو اقول لهم انه اني مثلا اريد ازعل، وين جاي زعلانه انت؟ انت هذا ردتي، انت هذا اللي اختاريتي، فحملوني مسؤوليه اختياري. وصدق انا اختاريت، بس انا شو ادريني هم هيك يطلعون. تصير بها مشاكل قانونيه، وعندنا كلش كثير حالات. يمكن سنه من السنين كانت النسبه 35% من الطلاقات هو ابن المنطقه وابن الجيران، يعني نتيجه دراسات احصاءات احنا قمنا بها متقصدين على هذا الموضوع، كانت يعني 35-37% الطلاقات والانفصال والتفريق القضائي لأن هو ابن الجيران أو ابن المنطقة. والسحر والشعوذة؟ هذا بحث آخر. السحر والشعوذة يعني قانونا هو يحاسب عليه الشخص إذا أثبت المتضرر أن الطرف الثاني يعني دي يمارس السحر وياه والشعوذة، إذا أثبت قانونا يعني بالدليل. أكو عقوبات يعني توصل إلى حد الحبس والبسيط والسجن وغرامات مالية، كلها بهذا الخصوص يعني، لأن هو بيه تأثير نفسي، بيه تأثير اجتماعي، بيه تأثير على العائلة، بيه تأثير على الأطفال. بعدين كل ما كان مجال السحر والشعوذة واسع، يعني الشخص المتهم عنده مجال واسع مثلا من داخل الأسرة، مو مثل ما من خارج الأسرة يقدر يمارس السحر والشعوذة بصعوبة، من داخل الأسرة يكون ظرف مشدد، لأن باعتبار هو مسيطر على الأسرة، على الأطفال، يقدر يشربهم، يقدر يوكلهم، يقدر كذا، يعني هواي أمور. أكو هيك حالة تذكرينها صارت بنفس الموضوع يعني؟ نعم. الناس نعم صارت إيه هواي حالات، يعني أم، ما نريد نذكر أسماء ولا مناطق ولا كذا، أم عندها أولاد 2 وبنية، زوجت أولادها، شاءت الصدف إنه تزوج أولادها وتزوج البنية، البنية استقلت ببيت زوجها وهذا يعني أنجبت أطفال، أولادها كذلك استقروا بس وياها قاعدين بالبيت. الأم كان عندها، لأن هي انفصلت، مو هي وش كلها إلى أسباب، انفصلت وهي صغيرة بالعمر يعني، وكانت تحب زوجها، لكن سبب انفصالها إنه هي كانت متعلقة بأهلها، وزوجها كان وضع المادي زين، كانت تأخذ إيش عنده مدخولات أو يشتري لها ذهب أو يشتري لها كذا تودي لأهلها. الزوج انتبه يعني، قال هاي قلبها مو علي، انفصلوا. فصارت عندها عقدة نفسية، عقدتها وين فرغتها؟ بأولادها، ما كانت تقدر إنه تسيطر على زوجات أخوانها أو أخواتها، بأولادها. أول شيء سوته خلت الابن البكر كبير إنه ينفصل عن زوجته، رغم هو عن حب وهي قاتلة إنه الزوجة البنية، خلته ينفصل. جتي عن البنية، البنية أصلاً استقرت هي وأولادها وزوجها خارج العراق، لأن كان زوجها مطلوب هنا ما يقدر يجي، سافر، فهي تبعت زوجها وأخذت أولادها وراحت. خلتها تعوف زوجها بحجة أنه أولادها لازم يكملون بمدارس عراقية، ورجعت بيتها للعراق وشلبت بيها. الزوجي ند منها كي يسوي مناشدات ويدز ناس ويدز كذا، وحتى الزوج زواج ثاني في سبيل عبالة أنه زوجته تيجي تلحقه، لكن كان السحر والشعوذة أقوى من إرادة الجميع. بالتالي تحصيل حاصل، ما نريد ندخل بتفاصيل هاي العائلة، اتطلقوا الثلاثة أولادها، وسحبت الولد يمها والبنية سحبتها يمها، وخربت 3 عوائل. أكو هواي حالات من هاي السحر والشعوذة موجود ومنذكر بالقرآن. أكو حالة من الحالات أشخاص كلش مقربين يعني وصلت لمرحلة إلى الانفصال، لكن تجوا الأشخاص تعرفين أكو الناس اللي تعمل بالإيجابي أريد نقول، وناس تعمل بالشغلات اللي تريد الانفصال، هجمان البيت، المشاكل، الأذية.
المهم يعني وصلت مرحلة يرسمون فد أشكال معينة وأسماء وصورهم وخليها داخل يعني شغلاتهم داخل الغرفة. يعني ما اريد اوصف لك الفد مواضيع واصلين للملابس اللي ماخذيها مشققيها يعني مسوين بيها فد شغلات والعياذ بالله. وصلت المرحلة الانفصال قلت لك لكن تلاقوا المواضيع اكو شيخ ساده مختصه بهذه الامور ففاتحين العمل. لا وهسه رجعوا لحياتهم الطبيعيه الحمد لله وشكر. السحر موجود. الولد شوي شوي قد المشاكل قد ما اشكي من امه واخواته ومن اللي يصير ظل ما بارد يعني ما يهتم لي ما يصدق بي تحملي هاي التردية. يعني شلون الحب اللي بيناتنا كان سنوات بقينا بعد الزواج راح انتهى. طبعا هاي الفترة اختي يعني دخلت كلية وبعدين صارت مدرسة. انا هاي التس سنوات عشت شلون مكان بالاخير انا زعلت فبس خذت عبايتي ورحت لاهلي قلت لهم بعد ما ارجع لهم شو اسوي يلوموني يحكون علي. اهلي ما عندهم نوع الضرب او هيك شيء بس انه الكل يجي يحكي علي. انا تحملت الحكي قلت لهم انا ما ابقى وياه طلقوني من يمه. طبعا شلون يطلقوني من يمه وهم ما عندنا هيك شيء. يعني انا اول وحده تزوجت قبل اختي فما عندنا مال شغله انه طلاق وهيك شيء. وحتى ما عندنا باقاربنا وحده تطلق فبقيت يعني فترة طويلة بس أريد أتطلق ماكو ما يقبلون. والولد كل فترة داز أهله وداز أقارب ودزون الجيران وأنا أعاند. فبقينا يعني سنة كاملة إحنا هاي يا ناس جاتنا يا ناس بالأخير يعني أنا ظلت ضجت. فهي هاي السنة الأخيرة أختي يعني كانت مرحلة أخيرة فظليت أروح وياها للجامعة أشوف البنات. طبعاً هم يدرون مشكلتي صديقات وهاي بس شوي نفسيتي تغيرت وظلت يعني شون أسألهم على حياتهم أسألهم هيجي عندهم قسم قانون. فرحت للقسم القانون هناك ويا أختي وحكيت ويا أستاذ حكيت لبيتش يعني بصورة غير مباشرة حتى لا يعرف أنه أنا صاحبة المشكلة. فقال لي إيه سهلة وتقدرين يعني أنت يعني تقدر هاي تتحكين عنها إنه تروح المحامي وتروح تنفصل. ويعني حكالي وايد تفاصيل يعني شون نورني عرفت معلومات. فأني قلت له ما تعرف أحد حتى تنزلها. قال لي أوكي أنا راح أشوف لك. غير مرة وصيت أختي تجيب من يمه رقم فجاب لي رقم محامية بمنطقة شوي أبعد من يمي. أختي عرفت الموضوع قالت لي يعني أنت شنو هسه تريدين تروحي للمحامية؟ قلت ساعديني بس بدون ما يدرون أهلي أن أروح لهاي المحامية. رحت للمحامية شرحت لها ظروفي شرحت لها يعني السبب يعني هواي أسباب. قالت لي أنت أول شيء شغلة الأطفال شغلة المشاكل بيناتهم شغلة مشاكل أنت وياه وصار لي سنة يعني أنت طلعت من البيت. لا أنت طلعت من البيت. قالت لا تقولين أنت طلعت من البيت يعني أخاف ما تاخذين حقك وهيك شيء. فبديت أنا وياها قلت لها بالبداية أنا ما عندي أنطيك أي شيء أو شلون يعني ينطونها فلوس إلها. ممكن يعني بعد فترة بعد إنه هو يعطيني أنطيك مية وهي قبلت المية. قالت راح يسوي لي وجه الله وبعدين أنت تشتري تعطيني هدية ما عندي. يعني كلش المية كانت تفهمه. فسوت لي دعوة على مود إحنا ننفصل. من عرفوا وما يجوا يتهجموا على أهلي وأهلي هم ماتين يعني صدموا شلون أنت رايحة وش مسوية بدون ما تقول لنا بدون ما. أنا واجهت الاثنين. أنا ردت بس أنفصل وردت نعيش حياتي حرة ما أريد أبقى وياه. طبعا صار هذا يعني واجهتهم وظلت أحكي وياهم قلت لهم أنا هذا الشيء اللي أريده. وأني البنية لا طلبت مني فلوس ولا قالت لي هدية وأنا أنطيها خاف تريدوا عبالكم راح أخسركم هيجي حكيت وياهم. فبعدين والله اقتنعوا. أمي ظلت هي تروح وياي. أنا شو تصير جلسة شو تصير المحامية تريد مني من شيء أمي تروح وياي لحد ما إنه فضت هاي السالفة. أكو عدة أسباب هي مدام هي طالبة تفريق قضائي منسميه طلاق. الطلاق هو الزوج يطلب انه ينفصلون.
بس طالما الزوجة هي اللي طلبت أن ينفصلون هذا تفريق قضائي، يعني يفرق عن الطلاق. التفريق القضائي عدة أسباب، أولا مثلا للهجر، إذا الزوج هجر الزوجة مثلا للضرر، عدم الإنفاق، عدة أربع حالات هي للتفريق القضائي. هنا الزوجة كانت للضرر باعتبار أنه هي كانت متضررة من دخلت هاي العائلة، سبب الضرر يعني أنه كان أكو سحر وشعوذة، أنه كان هو سوء معاملته إلها، كان يتجاوزها بهواي أمور ما يعير لها أهمية، هاي للضرر. بس لعدم الإنجاب لا، هاي بحث آخر، يعني هذا غير موضوع. القانون العراقي ما يفرق، خصوصا يعني بالفترات الأخيرة من زادت حالات الطلاق اجى توجيه من مجلس القضاء الأعلى انه صعوبة تفريق او الطلاق، يعني انه القاضي يظل يتمادى يسوي تأجيلات، يزيد فترة تأجيل مرافعة عن مرافعة، يقول علي وعسى انه يصير صلح بالموضوع او يتدخلون الناس، وحتى القاضي يسأل ما صار صلح، ما حد يتدخل، ما صار مدخل خير. يعني فللضرر انه الزوجة مثلا الزوج ما ينفق عليها او يضربها او يعني عدة اسباب يقتنع بها القاضي، يلا يقرر انه تفريق قضائي، لان هاي مصير اسرة وعائلة حتى لو ما كان اكو اطفال، مجرد زوج وزوجة فهي هاي اسرة. هي خرجت من الاذية، يعني ما خرجت عن عبر، يعني خرجت تريد تخلص من العناء اللي دشوفه داخل البيت والمشاكل والضغوطات النفسية، فالتجأت الأهل، المفروض من أهلها يعني يحتضنوها، يعدوها هاي المشاكل كليتها، سند يكونون إلها، هي زوجها من تركها وهاي التفاصيل، لأن يعني هو مساند الأهل والوضع كان كلش يعني مرتاح عليه وعاجبه هاي الأمور اللي دستير على زوجته، لكن هي قلت لك موضوع الطبقات هاي لازم تكون متفاوض، يعني تكون متقاربين وجهات النظر، فافضل لها من خرجت من البيت. المؤخر مالتي انا شويه الغرفه، يعني خلال هاي الفتره هم كانوا من نوع العائله اللي مثلا الغرفه مالتي يعني ما اقدر استها، يعني يجي مثل حماية يدخل او حماتي تنام بالغرفه او اي احد، فهي يعني صايره مثل الصاله، فتعبت وأنا ما ردت الغرفة، قلت لهم أريد أن ينطيني بدالها فلوسها، يعني هذا ماتي يسموه الحاضر ماتي يعطيني إياه فلوس، فهو ما قبل، قال تأخذين هن نفسها، فأنا ما أخذته فعفته، بس أخذت الذهب ماتي والملابس الزينة، الهدايا ماتي هم ماتي أنا أخذتها الزينة يعني مو كلهن، فعفتها إلهم، بقى بس الغايب مالتي ومن حقه يعني ينطيني اياه. هذا شويه تاخر، قالت لي المحامي عادي احنا نبقى على تواصل، هاي بقيت عادي على تواصل وياها. انا خلال هاي الفتره ردت انه يكون عندي رزق، اختي تخرجت فاختي ظلت تدور يعني على وظيفه وهيك شيء، فلقيت انه يعني صارت محاضره بمدرسه، فأنا قلت بالبيت راح أسوي يعني سويت فلافل وطرشي وأجمد وكشي أسوي أبيع وأطبخ وأبيع. طبعا هم أعطوني بالبداية وساعدتني أمي بهذا الموضوع، أروح أنطيه للأسواق هذه أبيع. بعدين قلت لأختي إنه شكو عندك طلاب، أختي ما لها خلق إنه تدرس بالبيت لأن هي بس كافيتها المدرسة خطية تتعب، فقلت لها ايش عندك طلاب وهذه، او حتى هم اكو اهالي هم يجون حسب المعلمه الزينه ممكن تدرسي، تقول لهم اختي تدرس ونفس تدريسي، فظلت فعشت الحلم مالتي اني اكون معلمه، يجوني الطلاب للبيت، مدرسه اختي قريبه يعني علينا على بيتنا. هاي الاجراء انه الزوجه تطلب اثاث الزوجيه باعتبار هو المقدم مالتها، مقدم ومؤخر، المؤخر الصداق بالاخير يعني تاخذه، المقدم اللي هو أثاث الزوجية وكل اللي شروه للزوجة يعني قبل الزواج، اللي من ضمنه غرفة النوم، وإذا كان بيت كامل مثلا القنفات، المطبخ، الذهب، الملابس كلها. فالزوجة تسوي بيها جدول يعني شنو مستحقاتها الزوجية، حتى الهدايا اللي تجيها بالزواج مالتهم، الهدايا اللي تجيها إلها تعتبر هاي من حقوقها يعني من نصيبها، فتسوي بيها جدول
كل الأشياء، الأدوات، المطبخ، غراضها، غراضها الخاصة، تكتبها، وبعدين نوع المادة والعدد والسعر مالتها. حتى المادة التالفة أو المادة الموجودة ممكن أنه الدعوة تحال إلى خبير قضائي حتى يقيم سعرها. هيجي إذا اعترض الزوج أو اعترضت الزوجة على المبلغ المقرر، ممكن تنحال إلى خبير قضائي أو 3 خبراء أو 5، يعني عدد فردي، إلى أن يوصلون للسعر اللي شو اسمه يتفقون عليه أو يوافقون عليه. الغراض الموجودة يتم تسليمها عن طريق التنفيذ، دائرة التنفيذ مال منطقة السكن الزوج والزوجة. المبالغ اللي تقيم راح يصير بها قرار قاضي، تنفتح اضبارة بالتنفيذ ويبدون يدعون الزوج انه يسددها يا اما دفعة واحدة او تقسط. فاذا دفعة واحدة لازم الزوجة تثبت مقدرتها المالية للزوج، انه تقول عنده سيارة، عنده بيت، عنده محل، عنده كذا، حتى القاضي يقتنع انه يحجز احد امواله ويسدد المبلغ الى الزوجة كامل المبلغ بدون تقسيط. لكن الزوجة إذا ما قدرت تثبت مقدرتها المالية للزوج يقسط المبلغ، وهو يجي يعرض فد مبلغ مثلا يقول أنا 100 بالشهر، فالزوجة لازم توافق، ما توافق ثبتي مقدرتها المالية. المؤخر مالتها حسب عقد الزواج مالتها بدون ما ترفع دعوة قضائية، تأخذ عقد الزواج وتروح لدائرة التنفيذ اللي بمنطقتهم، تفتح أضبارة يبلغ الزوج أنه يحضر. فقلت لك إذا ثبتت مقدرته المالية يستقطع المبلغ كله، يعني من مثلا يحجزون سيارته أو يحجزون بيته إلى أن يسدد المبلغ، يلا شو اسمه يلا يرفعون الحجز. لكن إذا ما قدر أنه هي سيارة مثلا محجوزة تنعلم بالمزاد، يستقطع مبلغ مؤخر الزوجة والباقي يحفظ بالتنفيذ، يدزون عليه يجي يستلمه. بالنسبة إلها ما قدرت تثبت مقدرتها المالية باعتبار من خلال كلامها أنه هو ما عنده شيء، فأكيد هو عرض مبلغ هي وافقت عليه، راح يتخصص لها هذا المبلغ شهري أنه يجي هو يسدد بصك إلى دائرة التنفيذ، ويجيها عن طريق ماستر، هي مو نفقة، هي أقساط المهر المؤجل مالتها. يستمر لأن هو هذا حقها يعني بعقد الزواج. هو مرات يعني نعطي الحق للمرأة بس ما أنطيها الحق تتنازل عن حقوقها، حرامات يعني أنت تعبتي وواجهتي صعاب وياه وتحملتي وياه كل شيء حلو وكل شيء مر، يعني حياتك بيها حالات وبيها مرارة، لكن الحق لا، مسابق المستحيلات الشخصي لازم ما المفروض يتنازل عن حقه. أكيد أكيد ما المفروض تتنازل عن حقها، المفروض تدافع عن حقوقها وتخلي محامي 1 و2 و10 اللي توصل لفد نتيجة تأخذ حقوقها متكاملة. حرامات أخلي كلش عالية كلش عالية. تعرفين ليش؟ مع الأسف يعني مو الكل، وإنما أكو نفوس ضعيفة كلش للرجال، ما احتراماتي للرجل الصالح والتقي يوصلون زيجاتهم إلى مرحلة النفور بعد ما تتقبله، انتهى الموضوع يعني كثر الدق على الحديد يفك. فأهمين أقول الله يعينها، يعني وصلت المرحلة بعد ما تتقبل فتتنازل عن الحقوق، عن الحاضر، عن الغايب، تتنازل. أكو عدة مرات إذا أشوف تتنازل حتى عن أولادها، أولاد يعني شلون واحد يتنازل عن أولاده؟ هي تتنازل بس في سبيل الخلاص. صارت لي موقف بيوم من الأيام، يعني أختي إجتي كلش يعني ضايقة كانت وتعبانة، هاي نامت يا بشكو شبيك ما حكت. سبحان الله هذا الموقف الزواج الثاني، بس شلون اللي صار من قعدت وهاي قلت لها شنو ايش صار وياك؟ قالت أنا مقهورة على طفل كان عندنا كلش شاطر وهسه يعني مستوى كلش خربان، كل ما اقول له خلي يجي ابوك امك يظل يبكي، فانا كلش مقهوره عليه وشلون ادز عليه بعد. انا قلت لها يلا يا ستي هيك يعني هيك متاثره اختي عاطفيه وهاي، قلت لها اذا هيك مستوى خلي يجي
يعني خلي أنا أدرسه ببلاش ما عندي مشكلة. أنا خلال هاي الفترة خلصت موضوع النفقة ماتي وظلت تجيني، سويت ماستر وظلت تجيني النفقة ماتي وطيت للمحامي، يعني وضعي صار أحسن ويعني أقدر إنه أدرس حتى هاي الحالات ببلاش الوجه لا ماكو مشكلة. فقالت لي هي ماما مدام هيك صرت يعني ضعيف وهذه تعال ودلت بيتنا أختي درسك بس قول للبابا وماما. فهو قايل لأهله المهم ظل يجيني ظل يجيني ظل أنا من يجيني ردت أعرف شنو اللي خلاه هيك مستوى. فقال إنه أمه متوفية خطية، يعني صار له سنة أمه متوفية وعنده أخت هو بس. ظل صار قريب علي، صرت أنا من عرفت أمه يعني هي متوفية، فظلت أشتري لهم أشياء يعني إلي وأختي وأقول له خلتك أختك وياك، أشتري لهم أشياء تفرحهم، أسألهم، صار عنده مشاكل أقول له أحكي له. فكلش تقربت علي يعني أخذته شلون قلت إنه ها يعني شلون مو لغاية معينة بس إنه حتى الولد هذا نفسيته تتحسن وأكسب بي أجر مو أكثر. هذا كان الولد خطيئة يحكي لأبو كل شيء يحكي لأبو، فنجح وكان مستوى كلش حلو ونجح أخذ درجات عالية. فإجا هو وأبو جايبين لي هدية يشكرني، لأن طول فترة السنة كاملة السنة الدراسية يعني ما أخذت منه فلوس، فجايبين لي هدية وشكرني. فأبو كان يعني شلون كلش إنسان محترم ومرتب وحكى وياي بطريقة كلش حلوة، قال لي إنه أنا أشكرك وهاي هدية وهذا قليل بحقك وهذا، بس منه جاي يعني عالسنة الجاية أو بالعطلة من الدرسين لازم تاخذين فلوس، أنا مو ما عندي يعني، بس يعني هذا الظرف اللي صار وياي أنا خلاني ما أركز بحياة أطفالي. وها قلت له لا معذور، قلت له لا أنا حاسبته يعني مثل ابني. لازم تبدي بداية صح، بداية الفشل تنسى ترمي ورا الظهر، المضي خلي يمضي. صح راح تشوف انتقادات لأن هي منفصلة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة كلش قوية، تعرفي انت مجتمع، لكن الشق طريقها وتثبت للمقابل بأن ما انتهت الحياة، يعني مو انفصلت تنتهى كل شيء، لا أنا راح أبدي حياة جديدة صح متألقة بها، احتمال اللي راح انتهى مضى ولا، لكن الجاي يكون أفضل. كل ما المرأة تتفائل بالجاي ويكون أفضل راح يكون أفضل إلها حقيقة. هي لو المادة ما تقدرين تتحركين، يعني ما تقدرين أي يعني تريد تكملين دراسة كلية مصاري خطور تروحين ترجعين، يعني دروس خصوصية احنا هذا متعارف عليه، إذا ما حد يقرأ هيك إلا مدرسين ومعاهد للدروس الخصوصية، لكن ترجعين المربع الأول، الأهل، الأخت، الأخ، الأم، الأب، لازم هذه الحالة يساندوها ويدلوها على الطريقة الصح. هي المفروض من عندها تكمل دراسة، أشق طريقي مرة ثانية اللي توقفت الحدة وانتهت حياتي بي أرجع أبدي بي مرة له على مود شنو راح يشوف اللي الشخص اللي يليق بيها بحياته. هواي مواضيع راح تواجهه، الكادر التدريسي من الابتدائية للجامعات، هلا بالطلاب، يعني هسه دراستنا أغلبيتها أهلية مع الأسف، ما أريد أنتقد، لكن توجه هسه الطلاب أكثريتها مدى يستوعبون بالمدارس، يروحون مدرسين خصوصين ونفسهم هم اللي يدرسون بالحكومي يدرسون الخصوصي، يعني أكو تناقضات بالمواضيع. فالمفروض روح الإنسانية تكون بالتدريس، يراعون الطلاب، يراعون مشاعر الأهالي إذا ما راح ينجح وإذا رسب وإذا يدفعون فلوس، وهذه كلها من تعب الأب وتعب الأم، يعني هسه إيد وحدة ما تصفق، فهلا هلا بيهم. هذا الطفل علقني
بأبو. صراحة أنا انعجبت بأبو وظليت يعني أخذه بالعطلة وأدرسه وهاي فقلت له وظليت أحكي له بمشاكله يعني من يجيبه أبوه أقول له هيك صار وياه هيك صار وياه، فأخذت رقم أبوه عادي تواصل، فصار بيناتنا كلام، صار بيناتنا كلام حلو هاي. فاجأت أني يعني بدأ السنة الدراسية الجديدة أبوه يعني تقدم لي قال أنا ما ألقى أحسن منك الأولادي وهذه، فأنا كلش فرحت وحبيت هذا الشيء. وطبعا اهلي هماتين فرحوا لان خوش ناس وخوش ولد والاطفال حبابين ومؤدبين يعني كلش وحبوني يعني هي من حبوني الاطفال. فهاي خلص يعني بعد انا ما عندي بعد شيء لانه داخلين على عائله وعائتهم اطفال يرادك وقت يلا يحبوك، واني انفصلت يعني شنو راح تجيني بعد زواجي؟ واكيد لو منفصل لو أرمل لو يعني حسب الحال. فأنا قبلت بي الولد وزوجت. طبعاً هو قال لي تبقين كيف اشتري تبقين هما تدرسين تدين يعني تقرين وتمتحنين خارجي ما عندي مشكلة. فبديت أقرأ أنا وهماتين أدرس هما يعني أولاد زوجي ولي نفس الشيء يجوني الجروبات ما تجيني. فحياتي كلش حلوة بس اكو شغله يعني ما قدرت اتخطاها انه هو زوجي هواي متعلق بها الله يرحمها زوجته الاولى وكل فتره يروح للنجف هاي احنا ناخذ لنا اسبوع يعني بيتشي يبكي دائما ويذكرها. فانا هاي المرحله ما قدرت انه اتجاوزها انه دائما هو يحبها ومتعلق بها وبس هاي مشكلتي يعني اريد شويه ينساها او شيء غير. فقلت بلكي اسوي طفل حتى هو ينساها. رحت راجعت ولحد الان ما صار عندي اطفال واقول الحمد لله وشكرا. اما الاطفال يحبوني بس هو الرجال بعده يعني ما ناسيها يعني صار فتره طويله يعني احنا تزوجنا حاولت انه اغير حاولت بس هو بعده متعلق يعني بزوجته الأولى وبس هاي مشكلتي. الحمد لله يمكن الله عوضني بيهم وظل يعني أنا ما أريد أكون سلبية وأفكر بهذا الشيء بس شوية هو هذا الموضوع بعده وأريد يعني نصيحتكم شلون أخليه على الأقل إنه هو ما ينساها أكيد يعني ما راح ينساها وما أريد أصلا ينساها بس إنه ما يبقى بهذا الحزن عليها. هي مو هسه توفت صار لها فترة هواية هو بعده نفس الحزن عليها وهذا الشيء خليني مو غيرة وإنما شلون بالحرص عليه يعني أنا ما أريد أكثر بعد يبقى بهذا الحزن أريد أعوضها أريد أنسي أريد من يذكرها يقول الله يرحمها وبس بدون ما أنه يبكي عليها أو لأنه أهل أولاده من يشوفوه وأنا خايفة أنه أحد من أقاربه يسمع بهذا الشيء أسا يقولون هاي ما نسته ما عوضته وأني ما مقصرة وياه ولا أي أطفاله. أكو حالات خاصة مثلا أنه هو سلوكه غير قويم وياها لأن هي من طلعت من صدمة الزواج الأول أنه لا تتوقع الزواج الثاني هو راح يحقق كل أحلامها. لازم تخلي أنه ما ترفع سقف توقعاتها، لازم تخلي انه الزواج الثاني اعتيادي من هي متزوجة من مطلق او من ارمل. مثلا اكثر الزواجات من المطلق بعد الزواج يعيد علاقته بطليقته وهو له حق يعني حتى يرجعها. هاي مشاكلهم صارت عندنا وصار عندنا طلاق للزواج الثاني. لكن من ارمل يعني هو ما عنده التزامات غير بيته، يمكن عنده اولاد من الزوجة المتوفية وهي تدري بهذا الواقع، يعني هي قبلت انه تعيش ببيته ويا اولاده اللي من زوجته المتوفيه. فماكو مشكله بالموضوع، المشكله الموجوده عند الاخت انه هو متعلق بزوجته. اعتقد هذا فد التزام ادبي واخلاقي انه ما قدر ينساها. ليش؟ لان هي عاش عمر وياها ويعني هذا مو فشي سلبي بشخصيته، بالعكس يمكن بمرور الزمن هي تقدر تنسيه مو صح؟ من خلال تصرفاتها، من خلال شخصيتها، تفرض شخصيتها على البيت، على الأولاد وياه.
انه تشاركه يعني ظروفه الخاصه، ظروفه الصعبه، ممكن ما نقول يتناساها للزوجه المتوفيه 100%، لكن تكون هي امام عينه راح ينسى هواي ظروف يعني مرت به. فاعتقد هذا يعني التزام اخلاقي، وهذا الوسواس انا اعتبره وسواس، انه هي تفكر يحب زوجته، هي كواقع حال زوجته ما موجوده، اللي موجوده هي، فيفترض انه هي تفرض شخصيتها على البيت وعليه. هي كوداً اكو فد ثغره بحياتها هي بداخلها بنفسيتها، ثغره انه فشلها بالزواج الاول، تحاول ان لا تعكسها على الزواج الثاني، الزواج الثاني غير شخص، غير ظروف، غير بيئه، غير تصرف، حتى هي نفسيتها يمكن بتقبل الزوج الاول غير تقبل الزوج الثاني. يفترض انه تشيل هذا الوسواس من داخلها، تعيش حياته وكأنما من الصفر، تتعامل ويا هذا الزوج انه هو ما متزوج، ما عنده زوجة، تملي حياته، حتى انه هذا الوسواس اللي بداخلها كله يروح، لان اذا فشلت بهذا الزواج الثاني راح تصير عندها عقدة نفسية مدى الحياة، حتى لو زوجة زواج ثالث ويمكن توفق به، لكن مردودات وسلبيات الزواج الاول والثاني راح تنعكس على نجاحها بالزواج الثالث. شعورها هي كلش يعني طيب، وهي افتقدت الأمومة أثناء زيجتها السابقة، فحبت الأطفال، وهي عندها طيبة قلب وإنسانيتها متفوقة عليها، فحبت تساعد الأولاد، فمن هالباب يعني شوف ربك ما يقطع بشخص أبداً، الله أرحم الراحمين. ففقدت شيء لكن الله عوضها بشيء ثاني، هم أولاد تربيهم ولها الأجر والثواب لأن أمهم متوفية، وهم أنا كسبت الرجل إلها يغطي عن المواضيع اللي افتقدتها هي. صعب صعب يعني التفاوق بين زوجة الأب والأولاد، صعبة كلش صعبة، ويواجه الأب مشاكل بين زوجته وبين الأولاد، فهي اختصرت هاي المواضيع كليتها. قلت لك يعني هاي طيبة قلبها، فاحتضنت الأولاد قبل لا تصير فرصة الزوجة يعني تكون هي الزوجة الثانية، محبتها كسبت الأولاد، من بعدها من شاف الأب الأولاد حبوها ورغبوها فشجع للموضوع وتقدم لها وصار ارتباطهم رسمي. تكون نصيحتي إلها تواكب زمنها، تواكب زوجها، تحافظ عليه، تحتضنه بالحب والعشق، زوجها اكيد راح يتخطى هذا الموضوع، زوجته ما راح ينساها، لا من سبع المستعيلات، لان يعني عنده اولاد من عدها، يعني اذا نساها راح يتذكر اولادها. اوكي، ما راح اجزم بالموضوع واقول له ينسى، لكن اذا حبتها صح وتصرفاتها الحقيقيه اللي نابعه من حب واحساس اتجاه الزوج، لا اكيد راح تتخطى هاي المواضيع. وإذا كل شهر يروح زوجته، إحنا مو قصة يريد ينساها، وإنما على مود هي تطمئن أكثر، تحس بأن حبها أكثر. تعرفين الزوجة تكون أنانية بالحب، تريد الزوج بس إلها. خليها في بالك النساء تغار حتى من بنتها، يعني من تكون تحب الرجل أو تعشق عشق يعني من بعد رب العالمين، المحبة هذه مختلفة تكون بين اثنين، تغار من البنت يعني تصدف، يعني انتي مجربة أمومة وهاي المواضيع احنا كلنا نعرفها، مرات اللي البنية تقول تتلطف لأبوها أكثر من الولد، فالأم من تشوف هذا الموضوع راح تغار من عدها. فهي خلي تعدي هاي المراحل كلها، أنصحها نصيحة وتبين حبها إلي واهتمامه. وأكو حالة مرت علي نفس حالتها، لكن هي ما متوفية، اللي حالة اللي صارت وناس مقربين، شخص يحب خالته، لكن خالته رفضت الزيجة لأن كانت حالته المادية تعبانة، فبت خالته تزوجت واستقرت بدولة معينة عربية، لكن شافت المرار ومتندمة لأن زوجتها لهذا الشخص الغريب. من بعد فترة
وضعه المادي تغير، أموره كلها تغيرت وتحسنت، الزوج صارت عدة بنية ولد، وما ناسي الموضوع، ما ناسي بتخالته أبداً. فترة من الفترات إجت هي رجعت للعراق تريد تنفصل عن زوجها، أهله وأهلها طمعوا بأن ينفصل عن زوجته ويرجع يأخذها يتزوجها، لكن إصرار الزوجة الثانية وحبها إليه خلته يتغلب على هاي التفاصيل كلها، ودخلوا بالسحر والشعوذة وحاولوا، لكن مرات واحد مني يقول يا الله كل الأمور تسهل. فرجعوا لحياتهم الطبيعية، وهي من شافت ماكو أمل بعد انتهى الموضوع رجعت تزوجها. من بعدها نساها، لمن يعني يذكرون اسمه فموضوع كلش عادي عنده، الموضوع كلش طبيعي. فأني أنصحها أقولها حبي، حبي شكو شي بي بسيط حبي، من بعدها راح يولد عنده الحب والاهتمام إليك، وشوية شوية يتناسل المواضيع كلها السابقة. يعني أنا أتمنى أنه من كل فتاة أنه تحصن نفسها ثقافياً، يعني هي الدراسة غير الثقافة، تحصن نفسها ثقافياً علمياً، تأخذ شهادة بيدها، تشوف أنه يكون لها مردود مالي، لأن يلا تقبل على الزواج، لأن تكون إنسانة متكاملة، ما تكون تحتاج الزوج بالمسائل المادية والمسائل الاجتماعية، لأن ظروف الفتاة يمكن بالسبعينات أو بالثمانينات غير ظروف الفتاة هسه. هسه الفتاة تحصن نفسها يلا تقبل على الزواج، ما تخلي الزواج أنه هو فشي رئيسي بحياتها، لا تخليه فشي ثانوي ومكمل الدينها. أنصح كل امرأة الشق طريقها شق صح، السلاحها الوحيد دراستها وظيفتها، تكون صاحبة شخصية كلش قوية، لا تسلم زمام الأمور بيد أي شخص كان عادي، تلتجئ للشخص الصح وتأخذ نصيحة.